المراحل بيصير عندهم اولاد. ملف الولد هذا الطفل الجديد يلي ولد، كيف ممكن يتم ارفاقه بملف الجنسيه واضباط الجنسيه؟ رح نعرف كل هالتفاصيل مع الخبير بالشان القانوني الاستاذ أبو عمر، رح يحكي لنا عن مشكلة ومسألة كيفية إرفاق ملف الطفل الجديد بملف الجنسية التركية الاستثنائية. يسعد صباحك أبو عمر. يسعد صباحك. يسعد صباحك. وصباحك يا رب. المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا فيك يا أبو عمر. أهلا وسهلا. أبو عمر، صراحة نحن عم نحكي عن مدى إمكانية إضافة ملف مولود جديد أو طفل جديد على إضبارة الجنسية التركية الاستثنائية. ملف المولود الجديد هو ملف شائك شوي، يعني عم شوف بالفيس وبعض الاستشاريين عم يقولوا لا تضيفوا شيء، بيتم ابطال الملف او بيصير ازاله. هذا الكلام بعيد عن الواقع تماما. يعني النفوس اصلا تفضل النفوس اصلا بتقول لك اي تغيير في الحاله المدنيه او حاله ولاده جديده، طلاق، زواج، اي شيء خبرني. تمام، التخبير وين بيتم؟ خبر ابو عمر بالنفوس العامه. بالنفوس العامه، اذا عمليه نعم. بعد في تقديم حال الملف عم نحكي نحن. اها تمام. بعد تقديم الملف وصار بالمراحل لازم يبلغ الشخص اللي جاء مولود جديد النفوس العامه. وانا نصيحتي لا يطلع يسال بالجروبات هون وهون، لان كل واحد راح يحكي شكل. تمام. راح يقول انا ضفت ملفي، صرت ازاله، صرت دوام. ليس مقياس طبعا ابدا. لانه هذا الموضوع بايد الادارات وليس بايد فلان ومن الفيس او هون وهون. ايوه تقييم. طيب هلا نحن حنفترض انه جاء احد الاشخاص مولود، اخذ شهاده التقرير الطبي، مفروض يعني كمراحل شو لازم يعمل؟ بياخذ يمكن شهاده الولاده اذا فينا نحكي، وبعدين شو يعمل؟ اول شيء بياخذ موعد من النفوس بيسجله. حلو. بيعطوا ورقتين، ثلاث اوراق، وبيعطوا دوم بالدرم فورما هي، بعدين بروح مثلا اذا كان عنده كملك بيطالع له كملك. حلو. اذا كان اقامه بيطالع له اقامه. بياخذ شهاده الولاده والدوم بالدرم فورما والصوره عن الكملك، وبيروح على النفوس العامه ببلغهم انا اجاني مولود جديد. جميل. وبهالحاله يعني قطعا ما بيتم اي التاثير على مرحله او مراحل التجنيس. في كتار مثل ما عم تقول انه عن جد ازاله وابطال وانه ما في استمراريه أبداً للتجنيس. ابدا الازاله ما بتتم لانه انا ضفت مولود جديد. هذا كلام لا يقبله العقل. نعم نعم ابدا. العله اللي بتصير انه اذا انا ما ضفت هذا المولود بمراحل التجنيس، رحت تجنست، راح تعذب ثلاث سنين لحتى يجنس هذا الطفل. هو كيف بيتعذب مثلا؟ ممكن انه قصدك لبين ما يوصل لمرحله التجنيس النهائيه؟ بالضبط. لا لا، بعد ما يتجنس الشخص قال فرضا انا اجاني مولود بالمرحله السابعه او الخامسه او الرابعه او الثالثه ما ضفته. اخذ الكملك تبعه وما ضافه. بعد ما يتجنس الاب والام بده يروح قدم طلب اجباري للنفوس العامه. هذا الطلب عم ياخذ ثلاث سنوات. يعني ثلاث سنوات بس لحتى يدرسوا الملف انه هذا نعم جاء شخص. نعم. طفل جديد. نعم. مرحلة طويلة. 17. شو اسباب التأخير يعني حسب علمك؟ انه ليش بيتم كل هالقد روتين طويل؟ البيروقراطية الموجودة في النفوس. نعم نعم. فقط لا غير، هو لازم يتجنس هذا. انه اب وام مواطنين اتراك لازم يتجنس فورا، ولكن مواد القانون الاستثنائي لازم يعملوا له ملف. طبعا بس في نسيت شغله انه في وصل 15 او 20 ليره الاطفال. هاد وين بيدفعوا بالنفوس كمان؟ النفوس انه بتقول لهم نروح ادفع بالزراعات وارجع جيب لي الوصل. حلو حلو. وبيتم ارفاق هذا الملف مباشره لحتى هن تلقائيا النفوس بتقوم بسحب هذا الملف وبعته على انقره. بالضبط، على السيستم ينزلوا للولد بيبعتوا على انقره الاوراق. حلو. بدهم يستنوا الاهل. هون بيتجنس الطفل مع الاهل. حلو. يعني في حالات كثير ضافوها بالمرحله الخامسه بعد الرابعه. نعم. وتجنس الطفل.
حلو، ممتاز ممتاز. إذا أنت نصيحتك هلا الذهبية هي إنه في حال أي ولد طفل ولد مباشرة يتم أخذ شهادة الميلاد واستخراج كملك وإرفاق هدول نعم. الأوراق بملف الجنسية. بالضبط، أنصح الكل أي تغيير على الحال على الحالة العائلية. جميل. الحالة العائلية. يعني كمان بنصح مثلا إذا واحد كان عليه محكمة وطلع براءة يروح معلش ياخذ المعلومة من الموظف وليس من الفيسبوك. يطلع بذات نفسه على النفوس، النفوس مو مثل إدارة الهجرة، ممكن يسأل ويحكي. بيقدر يستفسر. أنا إجاني ولد؟ نعم نعم، أنا إجاني ولد شو بدي أساوي؟ جميل. الموظف وين راح يوجهه؟ مو الفيسبوك أو الجروبات. هاي نصيحتي. نعم، النفوس هي مقرها حسب ما بعرف في إذا باسطنبول بالفاتح عند شارع وطن؟ جنب إدارة الهجرة بشارع وطن. نعم نعم صحيح. طيب في نقطة كمان أبو عمر، في حال مثلا إذا بدنا نحكي عن حالة معينة، طفل قبل المولود الجديد، هذا كمان أثناء ما بتعرف أحيانا المراحل الجنسية عم تاخذ تقريبا سنتين وثلاثة، جاب مثلا عيلة جابت ولد وما أبدا يعني ما ضافته لملف الجنسية ورجعت جابت ولد ثاني، الولد الأولاني شو لازم تعمل بالضبط؟ هلا اللي عم يسمعنا شلون لازم يتصرف، وأنت عم تقول الملف ممكن تبعه يروح ثلاث سنين لبين ما يروح على النفوس، شو بننصحه نحن هون؟ هذا صار له الولد مثلا عمره سنة ونص هلا حاليا. بس الولد الأول ما تجنس؟ لسه ما تجنس، ما تجنس أصلا، ما ضافوه عندهم، ما ضافوه ولا طلعوا له كملك. يعني ما بعرف ليش ما ضافوه، شو سبب عدم الإضافة وإجا ولد جديد فوقه؟ نعم، في كثير من الحالات هيك صراحة عم توردنا. نفس الإجراء. ولا بيختلف عنه بشيء، إن كان بولد الأول أثناء مراحل التجنيس مثلا بالمرحلة الأولى إجا ولد، بعد بسنة إجا ولد ثاني. تمام. نفس الحكاية. بس المشكلة بقى صارت إنه مثل ما قلت إذا بده يروح على النفوس ممكن تطول عملية سحب الأوراق. يعني بده يحط الأوراق، إنه والله في ناس عم تقول أنا بده يتأخر ملفي. نعم. يا أخي أنت مالك قاعد بدل هالموظف ورا هالمكتب لحتى راح تقول أنا راح أتأخر ملفي. يعني ما تحكي من عندك صراحة. بالضبط. تماما تمام. يعني أوه. كل واحد عم يحكي من عنده انه انا ضفت ابني وضليت من 9 شهور بالدوام او بالارشيف، يعني الارشيف ما له علاقه بابنك. نعم نعم، هذا الروتين وبيروقراطيه بالنفوس. هو لانه بتصير هي صراحه بتصير هي المراحل الطويله لبين ما يبتوا بالامر والقرار وليطلع ليكون في تواقيع وليصير في عمليه التاكيد على الملف ويتثبتوا من الحاله بشكل، يمكن هي المرحله عن جد بتاخذ وقت، لكن اكيد الروتين القاطع يعني هي مشكله بكل الدوائر. يعني هي بكل الدوائر وليس فقط، يعني نعم. حتى المواطن التركي اذا بده يتوظف في الدوله التركيه عم تاخذ معه الارشيف 9 شهور سنه. زمن طويل. وليس مواطن سوري. هو قانونا 30 يوم. 20 يوم ل 30 يوم لازم الامنيات ترد للاداره اللي طالبه هالتحقيق هالكتاب. بس حلو حلو. الاعداد الكبيره وكورونا صارت هي المرحله للاسف، ان كان مرحله رابعه اولى او الثانيه عم تمط سنه ونص 8 شهور ب8 شهور احيانا. نعم. احيانا سنة. بالفعل بالفعل كثير عم يشتكوا اشخاص انه من طول مده المرحله الرابعه بالذات. بكل الاحوال نحن بدنا نشكرك ابو عمر على هالمعلومات والتفاصيل المهمه فيما يتعلق باضافه ملف المولود الجديد لملف الجنسيه التركيه الاستثنائيه، شكرا جزيلا لك. العفو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. متابعينا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمعلومات اللي قدم لنا اياها ابو عمر، صراحه ملف جدا دقيق للغاية بهي القصة اللي لازم نكون نحن مقدمين كل الأوراق بشكل نظامي ورسمي وما نحاول أبدا نتأخر فيها ولا لحظة، لأنه مثل ما أضاف أبو عمر أي مسألة بالتأخير بهذا الموضوع ممكن تأخر أصلا مسألة الاستلام والحصول على الجنسية التركية والوصول لآخر مرحلة بالمراحل. إذا بدنا متابعين